على طريقة كيفية إيجاد مؤشر قراءة الرسائل على تطبيقكم ميسنجر. قم بضغط هنا على تطبيق ميسنجر، بعدها سوف نقوم بضغط هنا، من ثم سوف نقوم بضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على الخصوصية والسلامة، من ثم سوف نقوم بضغط هنا على مؤشرات القراءة للرسائل، وهنا سوف نقوم بإيجاد مؤشرات قراءة للرسائل. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.